تعالوا نبتدي على طول الاسئله بتاعتنا علشان ايه اشوف انتوا جاهزين ولا لا كده. حابه افكركم ان احنا عندنا وسائل مساعده. الجزء الاول انا مين او انا ايه، الاسره كلها بتشارك فيه. الجزء الثاني والثالث اختيارات وصح وغلط، انتوا بس اللي بتشاركوا. لو ما عرفتوش هتستخدموا وسيله من وسائل المساعده. جاهزين؟ جاهزين. كويس قوي. مصحصحين؟ مصحصحين. طيب السؤال للاسره دي، اول جريده بالشرق الاوسط اصدرتها مصر؟ اهرام. لا تاني، ممكن اقول تاني؟ اول جريده بالشرق الاوسط اصدرتها مصر؟ اهرام. اخبار جمهوريه. ولا ده ولا ده ولا ده، الوقائع المصريه. طيب طبيب مصري عالمي انشأ في اسوان اشهر مركز جراحات قلب بالشرق الاوسط؟ دكتور مجدي يعقوب. طبعا دكتور مجدي يعقوب بالظبط. اوبريت غنائي يعد اشهر ما قدم مسرح العرايس في مصر؟ كلمات صلاح جاهين. الليله الكبيره. الليله الكبيره طبعا. ماشي. ممثله واعلاميه مصريه من اشهر اغانيها اغنيه العيد فرحه يا سبب وصوت؟ طبعا. ماشي. قائل بيت الخيل والليل والبيداء تعرفني؟ المتنبي. المتنبي. برافو يا ماما، بتذاكر. ماما بتذاكر لوحدها. صاحب مقوله تكلم حتى اراك؟ فيلسوف. مين؟ خمسه اربعه. فيلسوف. ثلاثه اثنين. ما تعرفش انت كمان؟ واحد. سقراط. معلش. الحسابات الحسابات. طيب تعالوا كده ايه نفوق على طول